بسم الله الرحمن الرحيم. العديد من الأصدقاء طلبوا من عندنا أو من عندي شخصيا أنه علمهم شلون يلونون الصور العادية، وذلك بسبب لأنه هنالك بعض التطبيقات على التليفون تقدر تلون أي صورة، بس هم يريدون بدقة، يعني بحيث لأنه هذه التطبيقات تلون يعني تلون عام، يعني مثلا بلون واحد أو لونين. فراح يعني رغم أنه بشغلي لكن راح نفتح لهم بعض الصور العادية، وأيضا نضيف عليها بعض الإفكتات أو بعض التأثيرات حتى يعرفون شلون يلونونها على الكمبيوتر أو اللابتوب وعلى الفوتوشوب CC 15 أو 15. نفتح صورة، مثلا صورة اختارينا صورة ناظم الغزالي الله يرحمه. شوفون يعني الكواليتي مالها غير جيد، ايضا نرتب الكواليتي مالها نسوي شوية بي يعني حلو او سموثي، ونشوف نروح للفلتر، هذا الفلتر هنا، ونروح على الكاميرا رو فلتر، راح تنقل يعني تنقل الى صفحة الكاميرا رو الإفكت، ونعدل عليها يعني بعض. هنا عندك كلش هواية هنا الصورة خربانة، فنعدل عليها، مثلا نحاول نسوي الهايلايت، وأيضا شوية نرتب الإضاءة. هنا طبعا ماكو ألوان، فنشيل الألوان كلش، نسويها صفر حتى أكو بعض الألوان الصورة متروكة. نروح على حاليا شفتوا صارت يعني النمش أو هذا الإفكتات الموجودة عليها أو التأثيرات هواية. فنروح على هذا التطبيق اللي يسمونه ديتيلز، ونجي هنا إذا على الأماونت راح تزيد في المعاني، يعني التأثيرات اللي نمش ما نمش راح تزيده. هنا عندك اللومنسي، هذه شوية تسويه سوفت، يعني شوف أكو بعض الشغلات اللي راحت، وتقدر تنطيها شوية حتى تنطيها أماونت حتى ترجع بعض المعاني لها. بهذا الشكل جيد. يعني نروح على التلوين حتى نلونها، رغم انه طبعا بيها كثير يحتاج له شغل، بس انا حتى بسرعه اعلمكم. نروح على الصوره، طبعا تغيرت هسه. اكو بعض اذا تريدون تشتغلون تشيلون النمش هذه الموجوده مثلا، تقدرون تروحون على هذا الاب، شوفوا على هذا شوف التاثير اسمه سبوت هيلينج، تقدرون تشيل مثل النهايه هذه، يعني هاي انتم تقدرون براحتكم تنظفون الصورة من ما موجود من نمش كبيرة ومؤثرة، تقدرون يعني تشيلوها من الوجه، تشيلوها من الخلفية، هذه انتم تقدرون عليها. فأنا بالنسبة لي لا، راح ألون لكم. فإحنا قبل لا نلون هاي الصورة نفتحها أولا، ندوس على هذا أو تريدون تسووا لها نسخة ثانية، لكن خليها بس شيلوا القفل، وبعدين نجي نشوف الصورة شنو شنو هي المود مالها. نشوف RGB، أوكي RGB يقبل التلوين. فإذا نروح نشوف صورة يعني بها ألوان، صورة رجل بها ألوان، ولذلك نروح وين على جوجل، نختار مثلا هاي الصورة، نسوي لها كليك على اليمين، وبعدين نكتب نسخ الصورة، ونروح على هنا شو نسوي. أما تسوي على الكيبورد كنترول في، أو تجي هنا بالإديت وتسوي بيست، فتطلع الصورة هنا. احنا شو نسوي، شوية نزغرها، يعني هاي الصورة نوخرها شوية حتى نشوف الوجه، بعدين
نكليك على الصورة نفس اللي نريد نلونها، وبعدين نجي اللي هنا هذا شوفوا اللي عليه الإشارة، ونجي للجراديانت ماب. طبعا شوفوا صارت سودة لأنه هنا كلها أسود. نجي هنا نكليك على هذا الجانب من الصورة ونطلع هاي الصورة شوية برا، هذا كليك لازم على هذا، وبعدين هنا بعدين على الصورة تأخذ الأكثر الألوان اللايتين أو المضيئة ونأخذ. شوف هسه صار عندك هذا اللون شوية، نسوي له أوكي، نفتح لاير آخر نجعل اللون، شوف إن اللون بعد أتكن داكن، نقول له أوكي. وبعدين هنا نختار لون أكثر يعني أكثر غامق مثل هذا، نقول أوكي. يعني نشوف لا شوف أوكي، نجي على هنا نختار مكان أو أكثر هنا بيجي ونقول أوكي. بعدين هذا شوفوا الألوان لها التأثير، راح يكون طبعا شيل الصورة هاي، تأثير هنا على صورة ناظم الغزالي. فاش نش نسوي هنا، بدل ما كانت هنا نكليك على الصورة نجي على الورك سبيس هنا بالجريدينت وناخذ الفرشة. الفرشة طبعا لازم تكون على الأقل شوية يسمونها، شوف هذا شوية أكثر. بعدين نختار حجم حجمها ونبدي نلون الوجه زين. بس قبل اللون نسوي كنترول اي حتى يرجع الصورة عادية، كنترول اي. وبعدين هنا مو نورمال، مكتوب نورمال، روح للكولر حتى يعني هذه شوفوا ماخذة طبيعة الوجه، تاخذ طبيعة الوجه. بس اذا تخليها نورمال، اذا تخليه نورمال هنا شوف اللون يصير غير. بس احنا شو نسوي؟ نسوي كولر حتى يجي على الكولر. هنا تقدر تلون براحتك بعد، وتلونون براحتكم على الصورة كلها في يعني الأجزاء اللي انت تريد. شوف يعني هنا هذه بالنسبة شوف إذا ألوان داكنة تأخذ الألوان اللي إحنا اخترنا، يعني إحنا اخترنا ألوان للألوان داكنة بنفس الصورة اللي كانت لذاك الممثل الأمريكي، إحنا أخذنا من عنده نفس الألوان الداكنة تجي على وجه الفنان المرحوم ناظم الغزالي. الآن اكتملت الألوان الوجه. أكو مرات أماكن هنا تصير، هذه الأماكن تصير جدا بين الشعر وبين، فشلون إحنا ندخل اللون بحيث ما نأثر على وجود الشعر؟ شو نسوي؟ نروح نخفف من الفرجة، يعني الفرجة هسه موجودة قد جاي يشوفون 100، لكن احنا شو نسوي؟ نسويها 20 او 21. هنا اخذ نفس الشيء نجيبها على 22، نروح على اللون اللي بين الشعر، اكو مبين خاصة الشعر هنا يكون خفيف، فندخل اللون بدون ما نأثر على الشعر. هنا اكو مرات مثلا تريد تمسح، شو تسوي؟ تحول هذه
الأسود والأبيض تحوله إلى أسود حتى تمسح هذه، تمسح هذه تبين لك صورة وكأنه حقيقي يعني اللون. تمسح بهذا شوفوا بهذا الرقم زين، فامسح هنا أيضا حتى لا نأثر على هذا على الشكل اللي هنا أيضا. هو طبعا عيونه ما بينه. بقيت مثلا الشعر الوجه يعني أكو بعض الشغلات هنا، هنا شو نسوي؟ نروح على طبعا اللون أوكي يعني نعتبره، نقدر إحنا شو نسوي باللون؟ نقدر نخفف أو نزود منه مثلا من الأوباسيتي. شوفوا تقدر تغير بكمية اللون. هنا شو نسوي؟ نرجع على الصورة هذه، إذا نريد الشعر مثلا نسوي أسود نرجع على هذه الصورة ونروح إلى هذا إلى اللون، نختار لون أسود هذا ونجي للفرجة أيضا نخلي أسود، نضيف اللون الأسود حتى لأنه راح يصير كلها ملونة لكن بنفس بنفس الرقم يعني 20 21 أو 22. شوفوا هنا نسوي لون الشعر أسود. تقدر أكو عدة خيارات تقدر تحول بيها الألوان، يعني مثلا هذا الشعر يعني شكله رمادي بس احنا نسويه أسود كون احنا راح ندخل إلى الألوان يعني. فكمل بهذا الشكل يعني هذا راح يصير تحت. فهذه بالنسبة للحواجب أيضا راح نزغر شوية الفرجة مالتنا. يعني نسبة لون الشوارب نسبة لون أحمر هو لون الوجه، بس احنا راح نغيره نسوي أيضا رموش صارت هالشكل. الخلفية مثلا هسه احنا جاي نسوي بعجلة لين حتى نعلم الخلفية اللون هذا مثلا نختار اللون يصير مثلا أحمر داكن أو هالشكل، فنرجع نخلي على هذا اللاير ونرجع على هيو ساتوريشن نختار هاي، بنشوف انه طلعت ان هذه هيو ساتوريشن. نختار الكورال كولورايز، شوف صار كله بلون واحد. احنا شو نريد؟ اي لون؟ هل نخليه بلون الوجه ونخليه مثلا اخضر؟ انت تقدر بعدين تغير هذا الخلفية احنا نحكي عليه، بس هسه مثلا عندك هذا اللون اخضر كله الوجه، بس نسوي كنترول اي يرجع الوجه عادي ونخفي هذه بعدين نطلعها اذا نريد نسوي مثلا. ونجي على الفرجة تصير هنا 100%، خلينا نخليها 100% وبنختار طبعا احنا مخلينا على اسود نسينا، نغير نصير ابيض، فش نسوي؟ نغير بهذا الشكل. لكن احنا مثلا نوصل للراس او للملابس بعدين نخلي قيمة التلوين او الفرشة اقل. شو نسوي؟ نسوي بس دني وبعدين من نوصل هنا قريب على الوجه قيمة نغيرها قيمة الفرشة، فنغير هنا قيمة الفرشة نسويها 23 وهذا أيضا 23 أي 25 مو مشكلة. اللون هنا قريب على الوجه قريب على الملابس يعني نضيف هذا اللون الملابس مو مشكلة يعني بعدين راح نلونها. شوفوا هنا يم الشعر حتى يتخلل الشعر الخلفية، بس هسه الأخضر كلش قوي فش نسوي؟ نروح نرجع على من هذه من هذا
نروح نرجع على الإفكت ونشوف ممكن نسوي لون أزرق نقوي اللون ونسوي داكن أكثر يعني، وبعدين نخفف شوية من اللون صورة خلفية بهذا الشكل كلش حلوة يعني. نزغر الفرجة ونجي نضيف هنا شوية وكل صغيرة يجي هنا صارت هيك يعني بهذا الشكل. طبعا هذا اجت عليه هواية يعني صارت، فش نسوي؟ نروح على الوجه هنا ونرجع شو نسوي؟ نحول الى الاسود ونمسح الازرق اللي صار عليه يعني. شلون نمسحها؟ نسوي 100 ها لا نمسح، لكن ايضا نحول ابيض هو كنترول اكس يصير هذا كنترول شيفت اكس يصير ابيض. شوفوا فاذا نلون مرة ثانية اللي اجى عليها اللون الاخضر نلونها لان احنا مسحناه زين، صارت بهالشكل الصورة. هسه اذا نريد مثلا نروح نعدل الصورة، طبعا هاي الصورة مالت الممثل نشيلها، نريد نعدل الصورة الوانها ولو احنا ما سوينا بعد. لحظة شوية خلي نلون السترة مالته، فنجي على الهيو ستريشن نجي هنا تطلع نسوي السترة مثلا لونها رايت، نسوي سترة خليها بهذا الشكل حلو. فنسوي كنترول اي ونجي على الفرجة مالتنا نرجع ونقعد اللون زين، فلوننا بهذا الشكل الفرجة أو السترة كملها إيه، وهذه أيضا هنا زين. نخلي شوي اللون بعد نضيف له شغلات مثلا نسوي أكثر داكن ونخفف اللون يجي فيرجع بهذا الشكل. إذا نريد نلعب بمعطيات الصورة أكثر حتى تصير يعني عادية، فش نسوي؟ كنترول شيفت كنترول ألت إي حرف إي يجي تصير هنا عندنا صورة أخرى، صورة أخرى مستقلة يعني عن تلك الصورة. نروح على الفلتر فلاتر ونروح نختار كاميرا رو. هسه شوفون هاي الصورة جاتنا كاملة يعني، انت اذا تسويها بدون ما تسوي الشيفت كنترول الت اي ما تجي هالشيء، تجي واحدة واحدة. فروح اول مرة شوي تسويها داكنة بهذا الشكل فإذا نروح على نختار أيضا صفي الوجه شوية صفي اللون الأماوت نضيف شوية بعدين الألوان هنا نختار مثلا الهيو شوية نضيف للوجه لل 12 هذا أيضا ثمانية شوية الأصفر الأزرق هنا نقدر نحول الأخضر وأيضا اللون الأحمر ثم نذهب إلى الساتوريشن وأيضا نعطي لون أكثر إحمرار وردي
ولون الوجه خفف من شوية الأصفر، زيد لون الأخضر غيره بهذا الشكل والأزرق. فخلصنا من هاي، نروح مثلا على الإفكت، نضي شوية الظلام حول الصورة بهذا الشكل. فالآن أصبحت هذه الصورة بهذا الشكل يعني. فحتى نشوف الفرق، نشوف الفرق بين الصورة هذيك وهاي الصورة الأولية، هذه الصورة اللي جبناها وهذه الصورة بعد تلوينها. يعني بهذه الخطوات نتمنى أنه أنتم استفاديتوا من الطريقة، طريقة التلوين، وهذه هي الطريقة المثلى لتلوين بعض الصور. أنا استعجلت بها طبعا، هي إذا أنتم تأخذون وقت باختيار الألوان واختيار الملابس واختيار بعض الشغلات الدقيقة، يعني الديتيلز أو التفاصيل الدقيقة، تقدرون توصلون إلى صورة جدا يعني دقيقة وبها يعني بها بعد طبيعي جدا. أنا أشكركم شكرا جزيلا على متابعتكم، وأيضا أنه أرجو أن تستفادون من هذا. شكرا جزيلا أعزائي، ومع ألف سلامة.